مساء الخير، هذه المحلية من قناة سما الفضائية، نبدأها بالعناوين. المهندس عرنوس يضع مشروعي مشفى جامعة البعث وغرفة المناورة بين قناة الجر القديمة والجديدة في القصير باتجاه مدينة حمص بالخدمة. بعد تهجير دام 5 سنوات، عودة عشرات العائلات من أهالي قرية الزارة جنوبي محافظة حماة إلى منازلهم. مؤسسة الشهيد بدير الزور توزيع 500 سلة غذائية دعما لأسر الشهداء من الجيش والقوات الرديفة. نحن اليوم نثبت من مدينة دوما بأن الشعب السوري هو شعب واحد في خندق واحد في مواجهة الإرهاب والعمالة والخيانة. لن تركعي يا سوريا، لن تركع الشمس فيك، لن تركعي يا سوريا. أهلا بكم. وضع رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس مشروع منشأة المناورة بين قناة الجر القديمة والجديدة في موقع رمزون لجر المياه من منطقة الضبعة في ريف القصير باتجاه مدينة حمص بالخدمة، وذلك خلال جولته على رأس وفد حكومي على المشاريع الخدمية والتنموية في المحافظة. وأشار المهندس حسن حميدان المدير العام للمؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بحمص في تصريح لسانة إلى أن مشروع قناة جر المياه من منطقة الضبعة باتجاه مدينة حمص هو جزء من مشروع أعالي العاصي لتخديم مدينة حمص، مبينا أن غزارة القناة نحو 2 متر أو نحو مترين مكعبين بالثانية. وأضاف أن القناة هي بديل عن القناة القديمة التي يتجاوز عمرها 50 عاما، ويأتي وضعها بالخدمة لتخفيف نسب الهدر الحاصل من القناة القديمة، ما سينعكس إيجابا على تغذية عدد من المناطق، مشيرا إلى أن طول القناة الجديدة يبلغ 24 كيلومترا، وهي مصنعة من البيتون المسلح. ويشارك في الجولة وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف والموارد المائية الدكتور تمام رعد. أصيب 3 مدنيين بجروح بينهم طفل بانفجار عبوة ناسفة في مدينة الرقة التي تنتشر فيها مجموعات مسلحة تابعة لميليشيا قسد المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي. وذكرت مصادر محلية أن عبوة ناسفة انفجرت قرب بناء سكني في حي النهضة في مدينة الرقة، ما تسبب أيضا بوقوع أضرار مادية بالممتلكات في محيط الانفجار. دوى انفجار في مدينة جرابلس الخاضعة لنفوذ المجموعات المسلحة الموالية للنظام التركي بريف حلب الشمالي نتيجة دراجة مفخخة كانت مركونة قرب سوق الهال في المدينة، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية. واشتكى الأهالي من تفاقم الفوضى والانفلات الأمني في تلك المناطق، وكان عثر قبل أيام على جثة عنصر مما يسمى جيش الشرقية التابع للفصائل الموالية لتركيا مقتولا بالرصاص في منطقة ما في قرية تل شعير بريف جرابلس. ضمن خطة الحكومة السورية لإعادة المهجرين لبلداتهم المحررة من الإرهاب، عادت عشرات العائلات من أهالي قرية الزارة جنوبية محافظة حماة بعد 5 سنوات من مغادرة أرضهم وأرزاقهم وبيوتهم. بعد 5 سنوات من تهجيرهم بفعل المجموعات الإرهابية، عاد عدد من أهالي قرية الزارة في ريف حماة الجنوبي إلى بيوتهم
ضمن جهود من الجهات الحكومية لإعادة تأهيل البنى التحتية التي تعرضت لدمار كبير بفعل الإرهاب. تم أولاً إعادة الكهرباء للقرية، تم إعادة المياه للقرية، يتم حالياً إزالة الأنقاض من مديرية الخدمات، تم إزالة الأنقاض لحوالي 13 بيت هلأ، وعم نحاول هدول 13 بيت كمان أعدنا ترميم جدرانهم يلي سقوفتهم هي جاهزة، أعدنا ترميم جدرانهم بشكل كامل. قرية الزارة هي تابعة لبلدية جرجيسي، مثل ما شايفين تقريبا في نسبة دمار كتير كبيرة. مرحلة إعادة الإعمار من أحسن نقول إنه بلشت اليوم، بلشنا ببعض المنازل ومكفين إن شاء الله. عدد السكان قبل الأزمة كان 1200 شخص تقريبا، هلأ في عدد عوائل رجعت 13، وفي 10 من قبل عم يحاولوا بمجهودهم يرجعوا، وفي 12 عائلة كمان ما كمرحلة ثانية، 12 عائلة بصيروا 25 عائلة، وبعد على مراحل إن شاء الله إن شاء الله ما بتضل عائلة برات القرية إلا ترجع. العمل الحكومي تلخص بإعادة التيار الكهربائي والمياه وإزالة الأنقاض وتأهيل عدد من البيوت، إضافة لتقديم السلل الغذائية والإغاثية والصحية لمساعدة العائلات العائدة لمنازلها وتأمين جزء من احتياجاتها. اليوم رجعنا وبيتي مثل هون، البيتين إلي ولابني. صرنا هلق 10 سنوات نحن مع الجيش ومع القائد، وإسا في 10 سنوات كمان نحن مع الجيش ومع القائد، وبدنا نقدم شهداء وبدنا نقدم شهداء، ومن ضيعتنا ما رح نطلع بقى، ما رح نطلع لو بدنا نموت فيها. هني رجعوا العيال على الضيعة مظبوط، بس ما في حدا يقعد ببيت، ما في ولا بيت جاهز حدا يقعد فيه. هي أول شيء. ثاني شيء على أساس كهرباء صحية، مي ما في، مدوا المي هيك بس حاطينها هون، بكتير تعبنا بيت الأيام زمان، بدك جحشي وهيك وتعبي براوي، عرفت شلون؟ أنا رحلة كنتي وابني وكانت حامل، إخواتي عندهم 15 نفس، ما عندهم بيت مفجرين، وهيك إذا بدك تصور بدك تشوف باخذك، ما عندهم مثل هذا، فجرنا البيت إلنا لبنتي ولا إخواتي، ورجعنا مثل ما لك شايف فاتحين تمنا للهواء، لا بدنا معونة ولا بدنا شيء، بدنا بس يعملوا لنا بيت نقعد فيه. هجرنا 7 سنوات، ومرات سكنوا شيء 30 عائلة بالمدرسة والباقي استأجر أحسابه. نحن منين؟ لا أعطونا معوني ولا أعطونا بطلات ولا أعطونا شيء لحد هلا، صرنا 6 سنوات ما سلمنا ولا مرة واحدة بس. الدمار الكبير الذي تعرضت له قرية الزارة عام 2016 من قبل الإرهابيين يتطلب جهودا مضاعفة من الجهات المعنية وتعويض المتضررين سريعا لإعادة ترميم منازلهم وتوفير مقومات الحياة الضرورية. تميل درجات الحرارة للارتفاع قليلاً لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو درجة إلى 3 درجات مئوية نتيجة بقاء البلاد تحت تأثير امتداد منخفض جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا. وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية أن يكون الجو صحواً وحاراً بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة وسديمياً شديد الحرارة في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية، وأن تكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة السرعة مع هبات نشطة أحياناً، وأن يكون البحر خفيف ارتفاع الموج. أعلنت وزارة الصحة السورية مساء الأحد تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا في سوريا وشفاء 4 حالات ووفاة حالة واحدة من الإصابات المسجلة بالفيروس. وأوضحت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه أن عدد الإصابات المسجلة في سوريا بلغ حتى الآن 25,785، شفيت منها 21,884، وتوفيت 1898 حالة.
من جانب ثان دعت وزارة الصحة الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا بعد تسجيلهم على المنصة الإلكترونية المخصصة إلى الالتزام بموعد الجرعة الثانية المدون على البطاقة التي استلموها بعد تلقيهم الجرعة الأولى. وأوضحت الوزارة أنه في حال كان موعد الجرعة الثانية يصادف أحد أيام عطلة عيد الأضحى المبارك فيجب مراجعة المركز الذي تلقوا فيه الجرعة الأولى في أول يوم دوام بعد انقضاء العطلة. وكانت وزارة الصحة أطلقت في أيار الماضي منصة إلكترونية خاصة لتسجيل أسماء الراغبين بتلقي التطعيم ضد كوفيد-19. يحافظ محصول القطن على مرتبته المتقدمة ضمن المحاصيل الاستراتيجية التي يتم الاعتماد عليها في الزراعة في سوريا رغم العوائق والصعوبات التي تعترض زراعة وإنتاج هذا المحصول من قبل الفلاحين والتي أدت لتقلص المساحات المزروعة، حيث بلغت المساحات المنفذة بزراعة محصول القطن لهذا العام 24 ألف هكتار من أصل الخطة المقررة لزراعة 40 ألف هكتار وبنسبة تنفيذ بلغت 62%. وأوضح المهندس وليد رزوق مدير مكتب القطن أن الخطة الزراعية لهذا العام تم تخفيضها من 78 ألف هكتار إلى 40 ألف هكتار على مستوى القطر في محافظات حماة والرقة ودير الزور والحسكة وحلب نظرا للصعوبات والعوائق التي اعترضت التنفيذ، ومنها عدم توفر مستلزمات الإنتاج من أسمدة ومحروقات وتحديد سعر استلام أو استلام المحصول ب 1500 ليرة سورية للكيلوغرام الواحد وارتفاع أجور اليد العاملة، لافتا إلى أن المهندسين الزراعيين والفنيين بمديرية مكتب القطن يتابعون الإشراف الفني على المساحات المزروعة والحقول، وتعمل المديرية على تقديم الإرشادات والنصائح للفلاحين، حيث بلغت المساحات المزروعة بالقطن في محافظة حلب 375 هكتارا. أطلق فرع مؤسسة الشهيد بدير الزور حملة لدعم ذوي الشهداء والجرحى بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. استهدفت الحملة تقديم الدعم لنحو 500 من أسر شهداء وجرحى الجيش العربي السوري. مع اقتراب عيد الأضحى المبارك أطلقت مؤسسة الشهيد بدير الزور حملة توزيع 500 سلة غذائية لدعم أسر الشهداء من الجيش العربي السوري والقوات الرديفة. قمنا بمبادرة بحملة توزيع حصص غذائية لأسر الشهداء والمحتاجين بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، ما يعادل 500 حصة على 3 مراحل 3 أيام اعتبارا من 1 و2 و3. اليوم احنا انطلقنا بحملة مشان أهالي الشهداء لأنه عملنا إحصائية جديدة وبلشنا بحملة جديدة وطبعنا لهم بطاقات وقام نحاول أنه احنا أنه نوسع شريحة العمل ونوسع نطاق العمل، يعني نحاول أنه نزيد شريحة الأهالي الشهداء أسر الشهداء المستفيدين من عندنا من المؤسسة. المتطوعون في مؤسسة الشهيد بدير الزور وبعد أيام من التحضير والعمل بدأوا بتوزيع سلال غذائية وتسليمها لمستحقيها ضمن الجداول الموضوعة. هاي المبادرة بمناسبة العيد الأضحى المبارك قمنا على مراحل متواصلة توزيع إعانات لذوي الشهداء. زور البيوت وفقد الفقراء الأيتام عدن مؤاخذة اللي تركوا عدن مؤاخذة الصغار آباءهم كنت استشهدوا في سبيل الوطن والحمد لله رب العالمين. نشكر مؤسسة الشهيد على هذه المبادرة لأنه قام ينطونا سلات غذائية قام يوفرون الأدوية لباس. تسعى مؤسسة الشهيد من خلال الخطة التي وضعتها إلى مساعدة أكبر عدد من ذوي الشهداء لتقدم لهم ما أمكن من المستلزمات المعيشية. انطلقت فعاليات مهرجان التسوق الشهري صنع في سوريا بدورته 120 في صالة الملعب البلدي بمدينة السويداء، وذلك بتنظيم غرفة الصناعة دمشق وريفها وبالتعاون مع غرفة الصناعة وتجارة السويداء وبمشاركة أكثر من 100 شركة صناعية محلية. منتجات متنوعة من ألبسة ومواد غذائية ومنظفات وكل ما تحتاجه الأسرة يعرضها مهرجان صنع في سوريا بدورته 120 الذي انطلقت فعاليته في صالة الملعب البلدي في مدينة السويداء برعاية غرفة تجارة وصناعة دمشق وريفها وبالتعاون مع غرفة صناعة وتجارة السويداء بمشاركة 100 شركة صناعية وطنية من كل المحافظات السورية من بينها 30 شركة من السويداء. في عنا تنوع كبير بالشركات في هذه الدورة، تنوع بشركات
مشاركة من احتياجات العيد، يعني حبينا نكون موجودين فيه. صنع في سورة صار علامة فارقة. إقبال كثيف من المواطنين وطيف واسع من المنتجات الوطنية ذات الجودة العالية والأسعار المنافسة وحسومات تصل إلى 40%، ويأخذ مهرجان صنع في سوريا في السويداء أهمية كبيرة قبيل عيد الأضحى المبارك نظرا لتواجد كل مستلزمات الأسرة في مكان واحد. مبسوطة كتير وفرحانة كتير وحاسة في إقبال. دائما نحن عندنا شيء جديد، منتجات جديدة، متابع السوق ومتطلبات السوق، ومقدم للمواطن أسعار مناسبة وجودة عالية بالمنتج. تظاهرة كثير حلو، يعني كل الناس بستناها من سنة لسنة، يعني بتستفيد المواطن، يعني بحاجة لهيك عروض. عروض حلوة ومواد جديدة بتحسي مو مخزنة. هذه المنتجات الوطنية والتي صنعت بأيد وخبرات وطنية تعكس إصرار السوريين على النهوض بالواقع الاقتصادي السوري وبأياد سورية. من السويداء، قناة سما الفضائية، جمانة حمدان. كرمت محافظة لاذقية 41 طالبا وطالبة من المتفوقين في امتحانات الشهادة الثانوية العامة بفروعها المختلفة، بينهم 10 من جرح الجيش العربي السوري. بعزيمة الرجال كتب جرح الجيش العربي السوري تفوقهم في نتائج الثانوية العامة مع ثلة من الطلاب المتفوقين احتفت بهم محافظة اللاذقية. اليوم نحن عندنا محافظة اللاذقية 7 طلاب نالوا الدرجة المرتبة التامة، درجة التامة على مستوى الجمهورية العربية السورية. طبعا وفي عندنا طلاب آخرين، كرمنا 31 طالب بالتشاركية مع السيد محافظ اللاذقية، وكرمنا جرحى الوطن أيضا كان عدد 10. جينا نقول شكرا للتعب، شكرا للجهود، شكرا للصبر، وباركنا لهم هذا النجاح، وهم بدورهم أهدوا هذا النجاح لسيد الوطن. قدمت السنة الماضية تاسع والسنة بكالوريا وجبت 2236. جيت أنا ورفاقي اليوم لحتى نتكرم بالمحافظة. طرحنا فكرة الدراسة لأحمد منذ 7 سنوات بالإصابة وساندنا، والحمد لله اليوم أحمد أخذ تاسع وأخذ بكالوريا ثانوية أدبي وتفوق على زملائه، وهو راح يتابع كلية الحقوق، ووعد وقسم أنه يخدم ذوي الشهداء وزملائه الجرحى بالمجانة، وإن شاء الله والأمل بالعمل. النجاح والتميز عندنا بالوطن ما هو شيء جديد، معروف عندنا على مدى السنوات وإن شاء الله رح يضل مستمر. فرحت حياتي إنه تعبت والحمد لله جبت علامة منيحة، وبهدي نجاحي لكل اللي تعبوا معي ولأهلي ولأساتذتي. النجاح شعور كتير حلو، يعني إنه شعور كتير حلو إنك تتعب وتلاقي نتيجة تعبك. أنا بشكر هذا التكريم اللي دعونا عليه اليوم، هذا التكريم كتير مهم لكل حدا متميز، لأنه بيكون حافز لإلهم مشان يضلوا يتابعوا هالمسيرة هاي. هالنجاح هذا يعني شيء بيرفع الرأس والله، ومبسوطين كتير الحمد لله. الإنجاز الذي حققه المتفوقون كان حصيلة إصرار وعزيمة واجتهاد، فهم حماة العلم والمعرفة كما كانوا حماة الحدود. حفزين أنه يقدموا الأفضل ويتفوقوا، وإن شاء الله ألف مبروك لكل الطلاب المتفوقين، ونشكر كل اللي قاموا بهالتكريم. أكيد بيعني لنا يعني شيء كتير الحمد لله، تفوقوا على مستوى الوطن، ونحن بنهدي التفوق للسيد الرئيس بشار حافظ الأسد وللسيدة الأولى أسماء الأسد. التكريم هو عبارة عن أنه عم يعطي دفع للطالب، لأنه هو يزرع يحقق الأكثر والأكثر، وهذا أكبر هدية ممكن يحس الطالب بأنه التعب اللي تعبه أنه في مين عم يقدر هذا الشيء. يعني الحمد لله عندي 2 بكالوريا هالسنة، واحدة الثالثة واحدة السابعة، وتجارة واقتصاد، مجموع ما شاء الله ممتاز بيرفع الرأس يعني. نجاح مؤكد وتفوق وطريق جديد لابد يرسمه أبناء العلم، طالما أن عقلهم لا يهدأ وعزمهم لا يلين. من اللاذقية، باسم عباس، قناة السما الفضائية. وفي خبرنا الأخير، توفي مواطنان اثنان وأصيب 3 آخرون صباح اليوم بحادث اصطدام سيارة بشاحنة على الطريق الدولية حمص دمشق في منطقة البريج. وذكر العميد غياث عاقل مدير الدفاع المدني بحمص أن الحادث ناجم عن اصطدام سيارة سياحية مع شاحنة قاطرة ومقطورة، مشيرا إلى أن فريق الإنقاذ في الدفاع المدني وشرطة الطرق تمكنوا من سحب المتوفيين من داخل كابين السيارة وإسعاف المصابين إلى مشفى قارة لتلقي العلاج.
شكرا لمتابعتكم، إلى اللقاء.